من المهم جدا بالنسبة لي أن تكون بشرتي ناعمة. لين، ستقارني صابونك المفضل بالصابون المخبأ بالصندوق. نعم نعم نعم، هذه أغنى وأكثر كثافة. جرب الرغوة على وجهك. هذا صابوني المعتاد، لا بأس، لكن رغوة الصابون المخبأ أغنى. إنني متشوقة لأعرف ما في الصندوق، فإن كان النظر. نعم، أدير المفتاح والصابون المخبأ هو كامي. كنت تعرفين؟ لا، لم أنتظر أن يكون كامي. حسنا، كيف تحسين بشرتك؟ رغوة كامي تركت بشرتي طرية وناعمة ناعمة. كامي سر البشرة الناعمة لكِ.